كل هالشي عم يصير بالحارة وأنا وأخوك معتز ما عنا خبر. شلون؟ أرض الواقف راحت عم يا أبو حاتم، وهي البلدية عم تهدد إنه تقص ثلاث أرباع الحارة. قال مشان شو؟ بدهم يوسعوا الطرقات ويعملوا مقر للحكومة. ليش هيك عم يصير؟ واضحة أبو شوكات، واضحة في شي عم ينطبخ للحارة. حتى البلدية بدها تشتغل فينا؟ ليش لا؟ ليش المهندسين اللي بالبلدية منين؟ فرنساوية. معناتها مكشوفة القصة، ما بدها اتنين يحكوا فيها. بلشت بباب الحارة، قاموا أخدوه، وأرض الوقف سوى أشلي، وهلأ بدهم يشاركوا الحارة لشقفة شقفة ويشمططونا نحن وولادنا بالحارات. الظاهر من القصة ما رح تمر على خير يا عمي أبو حاتم. السلاح اللي بعتناه لأخواننا في فلسطين ودعمنا للسبار بالغوطة بدهم يدفعونا تمنه. إن شاء الله نفكر شغلة الإعدام اللي قاموها عن رقابنا مرقت هيك، والضابط اللي أسرنا لهم إياه رح ينسونا إياها؟ لا، الود ودون إنه ينكسوا راسنا. إيه ما خسق إيه من كان يكون يزلنا وينكسنا روسنا بالأرض؟ إيه نحن روسنا دايما مرفوعة وبدها تضل مرفوعة طول ما في دم بعروقنا. إجا معموم أبو الولد. ما لازم يشوفني. ما مين؟ وين القحوط؟ وين مشان الحارة وضواتها؟ صارة مو ظاهرة كتير كبيرة بالحارة. اوف ليش؟ ما عمي عكامي خير عصام؟ شو في؟ مصيبة مصيبة. ما أدري ما أدري تبشي خير. تعال تعال نحكي. تفضل تفضل، افتح لي المضافة يا مشايك. أمرك مأمون بيك أمرك. هو لك بقص إيدي، إذا ما كنت أنت ورا كل شيء عم بصير بالحارة يا واطي.